وده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها إزاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا، آخرها في مسلسل أشغال شقة اللي تعرض في موسم رمضان 2024 وحقق ردود أفعال إيجابية على السوشيال ميديا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. كمان دلوقتي بيحتفل بنجاح فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي، وبيشاركوا في البطولة هنا الزاهد، محمد ثروت، والطفل جان رامز، وعدد طبعاً من الفنانين. وحقق الفيلم إجمالي إيرادات أكتر من 24 مليون و 348 ألف جنيه، ولقينا إن هو عنده على الفيسبوك 4 مليون و 600 ألف متابع، وهو بيتابع 5 أكاونتس بس. من الفيسبوك للإنستجرام بيتابع هشام ماجد 4 مليون متابع، وهو عامل فولو لحوالي 519 أكاونت، منهم ستاند اب كوميديانز، انفلونسرز، وكمان نجوم من الوسط الفني زي باسم سمرة، أسماء جلال، ومي عمر. هشام ماجد نشر تقريبا أكتر من 1104 صورة وفيديو. الأكاونت كله عبارة عن مشاهد لأعماله، وأهمهم مسلسل أشغال شقة، اللعبة، في المحامي اللقب، وتسليم أهالي، وغيرهم. والكواليس كمان ليها نصيب كبير جدا من الأكاونت، نشر أكتر من 10 فيديوز لكواليس أعماله. والمعروف عن هشام ماجد صداقاته داخل الوسط الفني، فنشر أكتر من 20 صورة بتجمعه مع نجوم كتير. وآخر بوست نشره عن نجاح فيلمه الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة. وبكده نكون عرفنا هشام ماجد بيعمل إيه على السوشيال ميديا.